كشافة كشافة في كشافة استعداد طاعة حفظ للعهد كشافة كشافة في كشافة معلومات وثقافة للهمة وعد كشافة جولة جديدة للكشافة في آيدر على جبال ساحل البحر الأسود واستكشاف لكل ما هو غريب وعجيب. هذه شجرة مخروطية، شجرة ثرو تنمو على شجرة أخرى عملاقة، يعني جذورها تمتص المواد الغذائية من الشجرة العملاقة. أول شيء بذرة طارت بالهواء، لقيت المكان نبتت، نزل جذورها داخل الشجرة الأخرى ونمت. يمكن هذا نسميه تطفل نبات على نبات تاني. شجرة ثرو تنمو على شجرة أخرى عملاقة. ارتفاع الشجرة العملاقة هي أكثر من 50 متر، أكثر 70 متر ممكن يكون من تحت الوادي طالعة إلى الأعلى. ليش الغابات المخروطية الأوراق إبرية دقيقة ما أنا أوراق عريضة؟ رغم أنه بتنزل أمطار كثيرة غزيرة جدا بالصيف وبالشتاء، ولكن الأوراق بشكل إبر. الإبر عشان تحافظ على الماء الموجود فيها ومطلية بطبقة من الشمع. مين بيعرف؟ البرد بيعمل شيء. هلا المنطقة هاي تغطى بالثلوج كم شهر؟ 8 شهور. ثلوج مثلا متر متر ونص، تتجمد الماء كله يتجمد. طيب النبات بده ماء عشان يعيش، ما بقدر يمتص النبات الماء، ما في ماء، ما في ذوبان، كله متجمد. فبيختزن الماء، يستخدم الماء المختزنه داخل الصاف داخل الأغصان. لذلك الورقة بتحافظ على انه ما يصير نتح للماء الموجود داخل الشجرة، لأنه الشجرة بحاجة للماء طيلة 8 شهور. مع أنه تلج بس ما تقدر تمص شيء لأنه ما عم يجي ماء تاني، بتمص الماء ما عم يجي ماء تاني، فبتحافظ على الماء الموجود فيها 8 شهور. ربنا خلقها هاي بالمناطق الجبال العالية، دائما الجبال العالية بتكون أشجارها مخروطة العالية بتنزل فيها ثلوج. هون نوع الغابة غابة أشجار مختلطة مخروطية ونفطية. النهر شايفين يسير في أسفل الوادي، والنهر يعمق المجرى. من آلاف السنين كان مجرى النهر مرتفع، مع مرور السنوات سنة ورا سنة الوادي النهر بيحفر الوادي وبيعمق المجرى. شو السبب إنه بأي شيء يستفيد النهر يعمق المجرى؟ يستعين بإيش؟ احتكاك الصخور المنجرفة مع السيول تعمق المجرى، تحفر المجرى فينزل. يعني لو اجيتوا انتوا بعد 10,000 سنة مثلا هتلاقوا النهر لسه نازل تحت اكثر، او لو كنتوا قبل 10,000 سنة هتلاقوا النهر كان اعلى. عرفتوا بسبب ايش؟ احتكاك الصخور اثناء تدحرج صخور السيول والماء يحفر المجرى يعمق المجرى. طبعا نحن هذا بالمجرى الاعلى للنهر، هون مثل ما ملاحظين شلالات وقفزات مائيه كلها صخور كبيره. هذا يدل انه هنا المجرى الاعلى، يعني قريبين نحن من النبع في مناطق مرتفعه، والماء عم يسير بشكل سريع وانجراف. هون اسمه المجرى الاعلى، في لسه المجرى الاوسط والمجرى الادنى. الماء حنشوفه بالطريق العوده احنا راجعين. المجرى الأوسط تكون مياه النهر بدأت تركض تدريجياً مانها السريعة. بالمجرى الأدنى قرب البحر هتشوف المي تكون هادي ساكن قبل ما تختلط بمياه البحر. استراحة للطعام بين أحضان الطبيعة. كشافة كشافة في كشافة استعداد طاعة حفظ للعهد كشافة كشافة في كشافة
كشافة.